والنصر. كابتن يوسف، كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ مفاجأة لا، خاطر الفيصلي فريق قوي جدا بالرغم من العروض الجيدة والممتازة اللي قام بها فريق النصر المباراة الأولى، لكن الفيصلي فريق متمرس، فريق عنده شخصية، كان في السابق فاز على النصر في مباراة الكأس في العام الماضي. ففريق عنده شخصية وفريق متمرس. كانت مباراة جيدة، اليوم الفيصلي عمل مباراة